اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. معاكم على الهواء ان شاء الله من 4 ل 5، مستنيين كل تليفوناتكم على 236 الاس ام اس على 92173. هنعمل مع بعض النهارده اكل اسيوي طلب مننا كتير جدا، احنا بنهتم بيه في العادي لان هو طالع موضه قوي عندنا، هو والسوشي. فاحنا هنعمل لكم النهارده اكتر 3 وصفات مشهورين في اي مطعم اسيوي هتدخلوه. اول وصفه اللي هي البروكلي باللحمه ستير فراي، وممكن البروكلي يبقى مجموعه من الخضروات، يعني ممكن نحط بسله، لا مش بسله، فاصوليا، نحط جزر، نحط فلفل الوان، نحط بصل. وممكن في وصفه تانية بيتعمل بالبروكلي بس زي ما انتم عايزين براحتكم. للمقادير عندي بروكلي مسلوق ربع سلقه كده، يعني بلانشيه كده، يا دوبك دقيقه واحده في ميه بتغلي فيها نقطه ملح، وطلع طبعا على ميه ساقعه بتلج على طول عشان نوقف السوى وعشان نحافظ على اللون الاخضر. عندي صويا صوص نشا، شرايح من اللحمه متقطعه زي الشاورما كده رفيع، وممكن طبعا تبقى بتلو تبقى كندوز براحتكم مش هتفرق. زيت سمسم، لو ما عندناش زيت السمسم هنستخدم زيت ذره. وسترشاير صوص، ثوم مفروم، جنزبيل فريش مفروم. الصوصات هتلاقوها في كل السوبر ماركتس دلوقتي، عندهم قسم فيه صوصات بتاعة الأكل الأسيوي، ما فيهمش صعوبة خالص. الجنزبيل هنلاقيه في القسم بتاع الخضار، يعني الخضروات العادية. جالي كذا سؤال، بنحفظه ازاي؟ الجنزبيل بنحفظه زي ما هو، وهو مقفول كده بالقشرة بتاعته، باخد منه بالسكينة حتة أقشرها واستخدمها، والباقي بسيبه بقشرته وبيتحط في، ممكن لو المطبخ مش سخن قوي ممكن نسيبه بره، ولو في سخونية جامدة في المطبخ بنحطه في الدرج بتاع التلاجة مع الخضروات عادي. تعالوا بقى نبدأ. أول حاجة نحط زيت السمسم، وأنا مسخنة الووك جامد قوي عشان يبقى فيه سخونية جامدة. مش هستخدم ملح للوصفة دي لان هستخدم صويا صوص، وبيجي لي اسئلة كتير جدا على الصويا صوص الفاتح ولا الغامق. احنا عملناه مع بعض في البرنامج، تقدروا تراجعوا طريقته لو مش متوفر عندكم في السوبر ماركت اللي جنبكم. الغامق بيبقى طعمه حاد قوي، ملحه عالي ولونه غامق جدا. الافتح دايما احسن، وما نحطش كتير. طيب بصوا دخنت ازاي، انا برغي معاكم لحد ما هي تدخن كده، وبعدين نقوم منزلين بسم الله الرحمن الرحيم اللحمة. تاخد أول شق وأول وش ولون من الناحية الأولانية، وبعدين نبتدي نقلب على الناحية الثانية. طبعا الاكل الاسيوي كله النار عاليه جدا، مده السوى قليله، الاكل لازم يكون فيه روح، يعني الخضار لازم يفضل. شكرا شكرا جزيلا. طريقه الصويا صوص معاكم على الشاشه، تقدروا تصوروها. بنحط كل المقادير على بعضها ونرفعها على النار، مفيش اسهل من كده. اشكركم. بالنسبه ارجع وتاني واقول لكم، الخضار لازم يكون بيقرش، لازم يكون لونه محتفظ بلونه، اللحوم تكون لسه فيها روح، ما تكونش الحاجه ماتت خالص. اهو نستنى بس كده عليها تبتدي ايه تاخد من التشويحه. هنزل هنا الجنزبيل، الثوم المفروم عشان عايزاهم ياخدوا يدوا في الطعم مع بعض. بالنسبه للنشا فده بيتدوب في الصويا صوص، ده الويسترشاير وده الصويا صوص، وادي النشا، عشان دول هينزلوا في الاخر خالص عشان عايزاهم يعملوا لي صوص حلو. زيت السمسم خليه على جنب. اهو لسه شوية قبل ما انزل البروكلي اكون بقى ايه دوبت النشا. يا دينا. دينا الو، ازيك يا دينا؟ الحمد لله
الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. قوليلي حبيبتي. انا بس ابقى متصلة عشان اسلم على حضرتك. تسلميلي يا حبيبتي، ربنا يخليكي يا دينا، ميرسي على تليفونك يا حبيبتي، اشكرك كلك ذوق. بصوا دوبنا كده الويستر شاير صوص مع الصويا صوص مع النشا اهو. اخبار اللحمة ايه؟ يا مدام يسر، ازيك يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ صباح الفل والورد صباح والياسمين وكل حاجه حلوه. ربنا يخلي حضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طب الحمد لله. اتفضلي يا مدام يسر. الله يخليكي، دايما منوره كده وزي الورده. ربنا يخليكي يا رب. امور يا مدام يسر؟ لا ده انا بصبح عليك. صباح الفل، نورتيني، اشكرك جدا يا مدام يسر، ما نتحرمش من تليفون حضرتك، اشكرك. بصوا بقى الاول ننزل البروكلي وبعدين ننزل الصوص في الاخر خالص عشان النشا ما يتقلش زياده عن اللزوم. وانا بنزل كده البروكلي هعمله ايه، وردات صغيره على قد يا دوبك البق كده واحنا بناكل، ما يبقاش كبير قوي عشان ما يضايقناش كده. وقلنا ان البروكولي ممكن يخش معاه فلفل الوان، بصل، فاصوليا خضراء، مشرومز، ممكن ذره اللي هي البيبي كورن، الذره الصغيره، جزر، يعني ممكن ننوع وممكن نخليها بس بروكولي وممكن نشيل البروكولي خالص للي ما بيحبوش بروكولي. يا رانيا، ازيك يا مدام اميره؟ اهلا وسهلا، عامله ايه؟ الحمد لله حبيبتي كله تمام، انت عامله ايه؟ تمام الحمد لله. امور يا رانيا، ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. امور يا رانيا. طب لو سمحتي يا مدام اميره، انا عايزاك تقولي لي على مقادير التورتايه، وعايزه حاجه لو سمحتي للدايت. امور يا حبيبتي، امور حاجه للدايت. ما سمعتش، سوري. ماشي حاضر، حاجة للدايت هنعمل حاضر حلقة كاملة حاجات لايت. أنا بحبش أسميها دايت لأن دايما بشوف أن الدايت ده تخصص حد تغذية زي سالي فؤاد أو دكتور تغذية، فما بحبش أخش في المنطقة دي قوي لأنه الموضوع يعني لازم يكون متكامل. لكن نقدر نفيد بوصفات تكون قليلة السعرات قليلة الدسم، ده اللي نقدر نعمله. وبوعدكم إن شاء الله لأن جالي عليها طلبات كتير جدا إن احنا نعمل حلقة بإذن الله لايت. أما بالنسبة بقى للتورتة، بمناسبة حلقة التورتة، لأن حلقة التورتات جالي عليها كمية من الكومنتات غير طبيعية. أولا طبعا لأن هي زي ما احنا قلنا يوميها إنها سهلة وسريعة ولا محتاجة تولز ولا إمكانيات فظيعة ولا محتاجة مهارة عالية للي بيعملها، وده المقصود إن احنا دايما تخصصنا هنا الأكل السهل السريع. وبعدين الحاجات اللي هي بتبقى يعني منمقة وفيها حركات وكده بنسيبها للتالي. طيب جالي عليها تعليقات كتير جدا عن عن الكمية. التورتاية اللي احنا عملناها كانت بضعف الكمية اللي احنا كنا منزلينها على الشاشة اللي هي الست بيضات، وده التورتاية الكبيرة دي هتاخد ضعف الكمية دي. أول ملحوظة. تاني سؤال اتكرر كتير جدا، احنا قلنا ان احنا ممكن نعمل منه جاتوه، فجالي أسئلة كتير جدا لأن الحلقة كانت ملحقتش ان انا اقطع جاتوه، فانا بوعدكم اني هعمل منها جزء تاني جاتوهات. بس لحد ما اعمل ده اللي هتعملوه ان انتوا هتقسموا الكيك زي ما عملنا من النص، هتحشوها وبعدين هتقطعوها بالطول وبالعرض الحجم اللي انتوا عايزينه هيبقى جاتوه. بعد كده بناخد كل واحدة ونزينها لوحدها، عشان انا لو زينت الاول وبعدين بدأت اقطع الشكل مش هيبقى احسن حاجة. بس ننزل بقى الصوص يا هاجر. الو، ازيك يا هاجر؟ ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. طيب الحمد لله. امور يا هاجر؟ انا عايزه طريقه البيتزا. البيتزا حاضر عينيا.
طيب استأذنكم، عايزة المقادير بتاعة التورتة بتاعة الكيكة الإسفنجية بتاعة يوم الخميس، وأنا هقول الكيكة حالا. شايفين بصوا الصوص تقل ازاي، وده طبعا بفضل النشا، ولو انتوا عايزينه اخف من كده نزود شويه ميه سخنين. هنغرف بقى هنا ونطلع فاصل، نرجع نجاوب على اسئلتنا ونكمل بقيه الوصفات. استنونا. بيكم بعد الفاصل. احنا عملنا اول وصفه، عملنا الستير فراي بيف بالبروكولي، ودلوقتي هنعمل مع بعض السبرينج رولز اللي كلنا بنروح عشان ناكلها في المحل وما بنبقاش عارفين هو المكونات ايه بالظبط ولا معموله ازاي. احنا هنعملها في البيت بمنتهى السهوله. هقول لكم بس الكم كده تركه فيها وخلاص. عندي هنا عجينه سبرينج رولز بتتباع في السوبر ماركت، مكتوب عليها سبرينج رولز، وبتكون موجوده في الثلاجات، موجوده في كل السوبر ماركتس دلوقتي. لو مش موجوده بنجيب الجلاش ونعمل منه طبقتين عشان يبقى ماسك نفسه شويه وهيأدي نفس الغرض، ونعمله برده مربعات. ده الحجم الصغير، في حجم اكبر من ده طبعا، برده انتوا حرين في الحجم. بالنسبه بقى للمقادير، عندي طبعا زيت للقلي، معلقتين دقيق هقفل بيهم السبرينج رولز، ومعلقه دقيق هحطها مع الخضار على النار عشان يسحب الميه. جزر مبشور، كرنب ابيض مبشور. الكرنب الابيض في مصر عندنا اسمه كرنب صيني او الكرنب بتاع السلطه، يعني متعارف عليه كده، فهو ده الكرنب الابيض اللي احنا هنستخدمه. وانا كمان كزبره خضراء مفرومه ناعم. بالنسبه للتقديم عندنا صويا صوص وتشيلي صوص او اي نوع الصوصات انتوا عايزين تقدموه معاه براحتكم، وعندي للخلطه نفسها معلقه واحده من الصويا صوص. تعالوا بس كده نشوف احنا هنعمل ايه. السبرينج رولز انا دلوقتي هغطيها عشان ما تنشفش، لانها زيها زي الجلاش لو نشفت مش هنعرف نشتغل بيها. اهو تعالوا بقى على النار، ندي معلقه واحده من زيت السمسم او زيت الذره، معلقه واحده بس. اوكي مش هحط ملح خالص. هنزل الكوسه المبشوره، نار عاليه جدا، الكرنب اللي هو الكرنب الابيض او الكرنب الصيني او كرنب السلطه براحتكم حسب ما انتم متعودين على اسمه. الجزر عايزين تحطوا هنا فص ثوم مفروم ومعلقه جنزبيل فريش مفرومه تدي طعم، مفيش مانع، انا عندي هنا فهستخدمهم. معلش يا رضوى. يعني ارميهم؟ طب ما انا هحطهم اهو. جنزبيل، ثوم، من غيرهم برضو يا جماعه مفيش مشكله بصراحه، يعني من غيرهم مش هيفرق كتير. ونقلب، بصوا على نار عاليه خالص، ما نزلناش الايه الميه بتاعه الخضار. ارفع بقى من على النار قبل ما يدبل، وبعدين ادي رشه واحده من الكزبره الخضراء، مش كتير عشان طعمها قوي وانا مش عايزاها تطغى على بقيه الخضار. وبعدين معلقه واحده من الدقيق، معلقه صغيره، معلقه شاي، وبعدين اقلبه الاول مع الخضار كده، وبعدين اقوم منزله معلقه واحده من الصويا صوص. طيب الخضار ده ممكن ناكله كده، وممكن نسلق نودلز ونحطها عليه، هيبقى حلو جدا برضو. يا جنى، جنى، هل جنى لسه معانا؟ الو، يا جنى. ايوه. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. اتفضلي يا جنى. ايه انا عايزه اسال عن، كويسه الحمد لله، انا عايزه اسال عن السينابون. حاضر عينيا. طب يا جماعه انا هقول البيتزا وانتوا يا ريت تجهزوا لنا السينابون وال سبونج كيك. طيب
ايوه شكرا. بالنسبه للبيتزا فانا عندي كيلو الدقيق بياخد معلقتين كبار سكر، معلقتين كبار خميره فوريه، هاخد احط ميه، ثلاث معالق كبار من زيت الزيتون، رشه ملح، ثوم بودره وبصل بودره وزعتر فريش، وبياخد 600 مللي من الميه الدافيه بس كده. طيب ده احنا عملنا ايه؟ ده احنا حطينا دقيق على ميه عشان نعمل الغيره اللي هنقفل بيه السبرينج رولز، وانا هشتغل فوق عشان انتوا تبقوا شايفين احسن. اهو انا عايزه نقطه ميه هنا زياده. وبعدين هنبتدي بقى الزيت بيغلي على النار وهنبتدي احنا نحشي ونقفل. ده لازم يكون طبعا يعني مش ماسك قوي نفسه كده عشان نقدر ان احنا نقفل بيه الاطراف بتاعه السبرينج رولز. السبرينج رولز بعد ما نعمله ونقفله ممكن ان احنا نشيله في الفريزر ونطلعه على التحمير. يا مروان، مروان، يا مروان، الو، ازيك يا مروان؟ لا انا روان. روان، انا اسفه يا روان. لا ولا يهمك. عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. انا عايزه انا يعني بسلم عليكي وبحبك جدا. ربنا يخليكي يا حبيبتي. انا بتفرج عليكي انا واختي وعايزه ابعت عايزه ابعت سلام لعمته، وعايزه ابعت سلام لماما واقول لها بحبكم قوي وكل سنه وانتم طيبين. تسلمي يا حبيبتي، نورتيني، ميرسي يا روان. بصوا بقى يا جماعه، باخد الطرف بتاع السبرينج رولز ناحيتي، اهم حاجه عندي بقى اللفه والقفله بتاعه السبرينج رولز. نركز معايا هنا، الطرف لناحيتي اهي، وبعدين اخد شويه من الحشو. يفضل ان الحشو يكون بارد، يعني نعمله ونسيبه يبرد، لان السخونيه بتاعه الحشو ممكن تخلي العجينه تتقطع مننا. بعدين بلف لفه، وبعدين باخد الجناب يمين وشمال، وبعدين برجع الف بقى ايه كله على بعضه واقفل اهو. وزي ما قلت لكم في الحجم الاكبر. بعد كده على الطرف ده بجيب نقطه من الدقيق اللي انا عملته بالميه واقوم ايه لفه عليه. الحته اللي انا قفلتها من تحت دي هي اللي هخليها على جنب هنا عليه، ولما اجي انزل على الزيت هنزل من الناحيه دي برضو اهو. يا احمد. الو، ازيك يا احمد؟ الحمد لله انا كويس. عامل ايه؟ الحمد لله، والله انا بحبك جدا وبحب كل اكلاتك. ربنا يخليك يا احمد، امر يا حبيبي. عايزك نسال بس على المكرونه الايطالي اللي بالايه؟ مش فاكر معلش، ممكن بس تقولي لي بس الاختيار بتاعك. يعني عايزها باللحمه ولا بالفراخ ولا بايه يا احمد؟ ايوه، عايزها بايه يا احمد؟ صوص ابيض ولا احمر ولا ايه؟ لا احمر معلش. طب حاضر، عينيا الاثنين، مفيش معلش، حاضر عينيا. احنا كنا عملنا حلقه عن الصوصات بتاعه المكرونه دي، حلقه الحقيقه كانت هايله، وان شاء الله يعني لو دخلتوا على اليوتيوب على cbcsofra.com على اميره شنب برنامج اميره في المطبخ بالعربي على يعني هتلاقوا كل الوصفات، ولانها فعلا حلقه كانت مفيده بصراحه جدا. طيب بالنسبه لصوص المكرونه، انا بجيب زيت زيتون، ملح وفلفل وزعتر، ثوم مفروم، وبشوحهم على النار. بعد كده بنزل لهم طماطم تكون مبشوره، صلصه طماطم، معلقه سكر، وعصير طماطم، وبسبكهم على النار. بدل الزعتر ممكن احط ريحان، ممكن احط كزبره خضراء، بيبقوا حلوين جدا جدا، وده بيغير طبعا في الطعم كل مره ايه حاجه اهو. ونقفل وتعالوا نروح نشوف الزيت جاهز ولا نكمل شويه حشو. بسم الله. لا الزيت جاهز، بس احنا هننقله على النار الاعلى قبل ما نقفل بس وحدتين كده، هيكون خلاص سخن قوي. طبعا انتوا عارفين الزيت يكون سخن جدا لان انا ما عنديش اي حاجه بتستوي غير العجينه من بره، ما بتاخدش وقت خالص عشان يطلع مقرمش. معاكم على الشاشه السينابون. السينابون بنعجن السائل الاول، وبعدين
كل المقدار الجاف مع بعضه ينزل واحده واحده، وفي الاخر خالص الزبده يتساب يخمر، بعدين يتفرد ويتحشي بالزبده والسكر والقرفه، وبعدين نلفه ونقطعه ونسيبه يخمر مره كمان. الخضار برضو اهو تاني بقى على السبرينج رولز كده، اخر دفعه. وبعدين نبتدي ايه نلفه. يا مريم. ايوه. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. امور يا مريم. انا بحب حضرتك جدا. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكوا يا رب. امور يا مريم. كيكه الشوكولاته. اه حاضر، عينيا. هننزل الكيك اهي. اشكركم والله جدا. الكيكه الاسفنجيه معاكم على الشاشه. الست بيضات بيتفصلوا الصفار عن البياض، البياض بياخد رشه الملح ويتضرب لحد ما يبقى فوم، انزل عليه نص كوبايه السكر، الصفار عليه الفانيليا واضربه لحد ما يبقى كريمي، وبعدين بنزل عليه نص كوبايه السكر الثانيه، كوبايه الدقيق بتاخد رشه الملح وبنزلها على الصفار الاول، وبعدين انزل عليهم البياض. لو انا عايزه اعمل بالكاكاو بشيل من كوبايه الدقيق 3 معالق او معلقتين كبار واحط بدلهم الكاكاو. ده كل الموضوع. اهم حاجه في الوصفه دي الضرب جامد جدا عشان يديني الفوليوم اللي احنا عايزينه وتطلع طريه وهشه وحلوه. تعالوا بقى نشوف هنا الزيت اخباره ايه. تمام. نبتدي بقى ننزل، واتفقنا ان احنا بننزل على الحته اللي احنا قفلناها بالدقيق اللي عملناه بالميه عشان نضمن انها ما تفتحش مننا، وقلت لكم ان احنا ممكن نشيلها في الفريزر ونطلعها على التحمير على طول. يعني في الحاله دي ما بسيبهاش تفك وهي مجمده، بقوم منزلها في الزيت على طول. يا مي. ايوه يا مي، ازيك؟ ازيك يا امير، عامله ايه؟ الحمد لله إيه؟ تمام. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت جميله رائعه يعني، ربنا يخليك يا مي. عبقريه بجد. تسلمي. انا جربت الايس كريم بطريقتك فظيع يعني، حلو. طب الحمد لله الحمد لله. كنت اسالك على حاجه. هو مثلا انت ساعتها لما عملتي الايس كريم بالشوكولاته وكده حطيتي تقريبا قهوه ونوتيلا معاها مش كده؟ انت عايزه تعمليه بايه وانا اقول لك الطريقه بالظبط؟ انا كنت عايزه اعمله بالشوكولاته، فبس هل مثلا ممكن احط باودر مثلا اللي هو الشوكولاته اللي هو الكاكاو يعني او كده معاها؟ لا مش هينفع، لازم شوكولاته تكون متسيحه، يا اما الشوكولاته قابله للدهن اللي في برطمانات، يا اما شوكولاته بس يكون طعمها حلو مش خام. انت بتحبيها وتسيحيها على حمام مائي وبعدين تنزليها بعد ما تخلصي. يعني احنا خلاص عملنا الكريم شانتيه وكوبايه الكريم شانتيه عليها نص كوبايه اللبن المكثف المحلى وبعدين عليها معلقه الفانيليا، خلطنا وبعدين ننزل عليهم شويه الشوكولاته، وممكن في الحاله دي تحطي تشوكلت شيبس كمان تطلع كده في النص تبقى حلوه، بس لازم تبقى شوكولاته سايحه ما ينفعش كاكاو. ممكن كمان فكره تانية اذا حبيتي يعني، بس في الحاله دي هيطلع طعمه قوي يعني شوكولاته قويه جدا، تحطي الكاكاو مع بودره الكريم شانتيه في الاول وتنزلي عليهم السائل اللي هو لبن او ميه او كريمه وتكون متلجه، وتضربي الكاكاو مع بودره الكريم شانتيه في الاول وبعدين تنزلي عليهم شويه الشوكولاته الدايبه، هيطلع بقى كده بس هيبقى طعمه قوي قوي لو انت من عشاق الشوكولاته يعني. نورتيني حبيبتي. بصوا اهو كده. طبعا بقى اللون انتوا حرين يعني، في ناس تحبوا غامق شويه، ناس افتح وسط، براحتكم. هو كده استوى بس انا عايزه اخد لون سنه زياده، سنه بسيطه. هيبقى لطيف قوي. احنا عملنا مره قبل كده مع بعض الحشوه كانت الجبن، لكن طبعا هي دي الحشوه التقليديه الاساسيه بتاعت اي مطعم صيني. عايزين ايه؟ فاصل. حاضر. يلا لحد بس ما هي تاخد لون حاجه بسيطه قوي هطلع فاصل ونرجع عشان نعمل مع بعض النودلز. استنونا. اهلا بيكم
خليكم معانا بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا في اول سيجمنت اللحمه الستير فراي اللي عملناها بالبروكلي، تاني وصفه عملناها هي السبرينج رولز اللي بالخضار المشهوره جدا بتاعه كل المحلات الاسيوي اللي احنا بنحبها، قدمنا معاها السويت اند تشيلي صوص وقدمنا معاها الصويا صوص، وانتوا طبعا قدموا اللي موجود عندكم مفيش مشكله خالص، ما تتأيدوش بحاجه معينه. طيب دلوقتي بقى هنعمل النودلز اللي بالخضار، برضو وصفة ظريفة جدا وكلنا بنطلبها وبنحبها وبندفع فيها فلوس وهي مش مستاهلة بصراحة. احنا عندنا هنا نودلز الاج نودلز اللي هي اقرب حاجة للباستا او للمكرونة، دي بتتسلق. في تاني الرايس نودلز والجلاس نودلز اللي هم بيبقوا شفافين شوية، دول بيتنقعوا في مية سخنة، سواء بقى دي او دي او دي مفيش مشكله خالص، ما عنديش الثلاثه هستخدم الباستا الفيتوتشيني، بس طبعا الطعم بيبقى مختلف لان النودلز هنا ليها طعم، لكن انا بقول يعني لأسوأ الفروض. طيب عندي كمان كوسه مبشوره، جزر مبشور، كرنب احمر مبشور ناعم وممكن نستبدله بالكرنب الابيض اذا حبيته، بس انا بحب طعم الكرنب الاحمر ولونه. عندي وستر شاير صوص، اويستر صوص، زيت سمسم، توم مفروم، الاويستر والوستر شاير اللي ما عندهمش يحطوا صويا مفيش مشكله يعني، وفي ناس كتير ما بتحبش اصلا الاويستر صوص فمش مشكله ما تتأيدوش. طيب في الحله وهي سخنه مولعه زي ما انتم شايفين كده، لازم نشتغل في الحاجه وهي سخنه قوي قوي في الاكل الاسيوي، احط زيت السمسم، وطبعا قلنا كذا مره لو مش موجود هنستخدم الزيت الذره، بعدين هنزل عليه ثوم مفروم. عايزين تحطوا جنزبيل مع الثوم مفيش مشكله، وعايزه هنا كميه ثوم معقوله، وممكن نحط معاه جنزبيل كمان اذا حبيته. هحط معاهم الكوسه، مش هحط ملح خالص طبعا، الاكل الاسيوي كمان ما بياخدش فلفل اسود، اللي بيحب يحط يحط يعني مفيش قوانين يعني صارمه في الموضوع، بس يعني احنا بنقول التقليديا اللي بيحصل. تشويحه ننزل بقى البروكلي، وبرده احاول اخليه بس وردات صغيره شويه، زهرات صغيره، وبرده هنا الخضار يا جماعه حطوا اللي انتوا عايزينه، عايزين تحطوا فلفل الوان، تحطوا بصل، تحطوا السنو بيز اللي هي البسله اللي هي المتطبقه خالص دي بتاعه الاكل الاسيوي، فاصوليا خضراء، ذره، براحتكم. كمان الوصفه دي ممكن في الاول خالص مع الزيت نحط اللحمه او الفراخ او الجمبري، نشوحه وبعدين ننزل عليه بالخضار اذا حابين انها تبقى متكامله يعني، مفيش مشكله برضو. ننزل الجزر، اخر حاجه هتنزل الكرنب لانه بينزل لون جامد قوي، فمش عايزه اغير اللون قوي بتاع الخضار كله. صويا صوص او وستر شاير اللي موجود، اويستر ما بنحطش منه كتير لانه طعمه حاد قوي. انا كده حطيت الوستر شاير وحطيت الاويستر، هحط بقى ايه نقطه صويا برده، وممكن زي ما قلت لكم الكميه كلها تبقى صويا مفيش مشكله. اهي قبل بقى ما الخضار يدبل ويموت نحط له الكرنب. يا دينا. الو. بعدين ننزل بالنودلز. دينا ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه الحمد لله حبيبتي. امور يا دينا. انا عايزه البطاطس بالبشاميل. بطاطس بالبشاميل؟ اه. اللي هي ايه الجراتان يعني؟ ايوه. حاضر عينيا. حاضر يا دينا. بس. اهو. حاول بس نقلب ندخل كل المكونات في بعضها وخلاص. طبعا يفضل ان النودلز تكون لسه مسلوقه حالا زي نفس فكره المكرونه، واقوم واخداها منزلاها على طول
على الخضار كله سخن في سخن عشان اقلل مده اقعدها على النار. يا هبه وهي كده جاهزه. هبه ازيك؟ ازيك يا مدام اميره، عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ تمام، انا مبسوطه جدا 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 ان كلمت حضرتك. ربنا يخليكي يا حبيبتي، شرف ليا، نورتيني. اتفضلي يا هبه. ممكن اسال حضرتك بس سؤالين بعد اذنك؟ طبعا اتفضلي. عايزه بس اعرف البرجر والكفته، عايزه اعملهم عشان احطهم في الفريزر ينفعوا ان انا اخدهم معايا مصيف، فمش عايزاهم يفكوا، اعمل لهم ايه؟ مش عايزاهم يفكوا على النار وانت بتسوي، ولا مش عايزاهم يفكوا؟ لا يعني فضل. انا عايزه احطهم في الفريزر واما اجي اطلعهم واسويهم اسويهم بحيث ان هم ما يفكوش. فهمت قصدك. طيب حاضر، عينيا. طيب حاضر، ايوه فهمت السؤال، حاضر عينيا. العفو حبيبتي، على ايه؟ نورتيني. ادي النودلز ونديها بس رشه كده من الجزر الفريش عشان اللون. سهلة وسريعة وكل المكونات في البيت، ما فيش أي حاجة معضلة. وإحنا قلنا على طريقة الكزبرة خضرة كمان، على طريقة الصويا صوص ونزلناها في أول الحلقة، ولما لحقش من الأول الإعادة الأولانية بتاعتنا الساعة 1 بالليل، وعندنا إعادة تانية الساعة 7 الصبح عشان اللي يعني فاتوا حاجة من الحلقة يقدر إن هو يتابع إن شاء الله. ناخدها بقى نوديها هناك. وصفات سهلة وسريعة وهتعجبكم جدا، ويعني طالعة كده موضة وكلنا بنروح نطلب الحاجات دي في المطاعم. طيب احنا وقتنا ايه؟ طيب اسئلتنا ايه بقى؟ قولولي قوليلي يا ردو، ما هو السؤال؟ احنا نزلنا الكيكة وجاوبنا على البيتزا، يبقى فاضل ايه؟ وجاوبنا كمان على السينابون. لسه جاي لنا سؤال دلوقتي حالا كان عن ايه؟ ايوه يا ريس، شكرا والله اشكرك. طيب احنا جالنا السؤال الاخير عن البرجر، دي مكوناته. احنا بنحط كل المكونات مع بعض، الجبنة بنحشيها في النص لو انتوا حابين ان هو يكون محشي. بعد كده طبعا العيش والكاتشب والمستردة والمايونيز دول للتقديم. انما احنا بنحط اللحمة المفرومة، فول الصويا بنجيبه وننقعه في مية سخنة وبعدين نصفيه من ميته كويس جدا، بنحط عليه البصل المفروم بنكون صفيناه من ميته خالص، وبنحط التوابل، توم بودرة، بصل بودرة، بهارات برجر، بنحط ملح وفلفل، وبعدين نخلط مع بعضه كويس جدا، نحط بضايع عشان نمسك، نحط شوية بقسماط، نحط شوية دقيق، وأنا بفضل في البرجر بالذات بيضة. المهم شكلنا، حطينا وجمدنا. هي بتقولي السؤال إنه أنا إزاي أحمر أو أسوي البرجر من غير ما يفك، إن أنا أحمره وهو لسه طالع من الفريزر، ما سيبوش يفك من التجميد، ده اللي هيخلي البرجر أو الكفتة ما يفكوش وقت السوا. بالنسبة للكفتة بنجيب اللحمة المفرومة، بنحط معاها برضو التفل بتاع البصل اللي هو أعمله كويس جدا في الكبة برشة الملح، وبعدين أعصره بإيدي كويس جدا، باخد التفل وبسيب المية، وبعدين بحط عليهم بهارات كفتة الحاتي من عند العطار، بحط عليهم ملح وفلفل، وبحط بقدونس مفروم، بخلط كويس جدا. وبعدين وانا بعمل الكفتة على السيخ باخد من مية البصل، برضو بجمدها في الفريزر، وبرضو بسوي وهي متجمدة شوية، ما بسيبهاش تفك عشان ما تفكش على النار. يا مريم. ايوه. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. قولي لي حبيبتي. كنت عايزة اعرف طريقة التومية. حاضر يا مريم. جالنا سؤال عن البطاطس الجراتان. البطاطس الجراتان انا بجيب البطاطس وتكون بتاعه الطبيخ مش التحمير، بقطعها رفيع خالص، برصها في الصينيه بتاعه الفرن او الطبق البايركس، وبجيب على النار بحط معلقه زبده، معلقه زيت، اشوحهم مع بعض، انزل عليهم باللبن، الكريمه، لو حبيتوا تحطوا جبنه جريير كويس، بحط ملح وفلفل، قرفة، جوزة الطيب، أقلب كويس جدا، وبعدين أنزل بيهم على البطاطس وأدخلهم الفرن. يا حنان، يا أم حنان، أم حنان، أم حنان لسه معانا؟
طيب بشكركم جدا. عملنا ايه مع بعض النهارده؟ عملنا اللحمه الستير فراي اللي بالبروكلي، عملنا النودلز اللي بالخضار، وعملنا كمان السبرينج رولز اللي بالخضار. الاعاده الساعه 1 الفجر، اعاده تانية الساعه 7 الصبح. استنونا.